دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح مشروع توزيع السلة الغذائية في مدينة مأرب بتمويل الندوة العالمية للشباب الإسلامي وتنفيذ جمعية الندى الاجتماعية الخيرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رفيق السامعي. برعاية محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، دشن وكيل المحافظة الدكتور عبد رب مفتاح اليوم مشروع توزيع 1000 سلة غذائية وحقيبة شتوية للنازحين في المحافظة. هذه اللفتة الكريمة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي تأتي في ظل ظروف يحتاج النازحين الذين أجبرتهم هذه الميليشيات من التنقل من مخيمات للمرة الثانية وللمرة الثالثة، وهي تستهدف النازحين في هذه المحافظة. مأرب لم تكن بجغرافيتها لمأرب، ولكنها أصبحت تحوي اليوم أكثر من 3 مليون يمني بداخلها، وبفضل الله عز وجل سيكون من هنا الانتصار وسيتحقق وسيصل أبناء اليمن ويرجعون وهم سالم. فشكرا للندوة العالمية للشباب الإسلامي وشكرا لإدارتها في محافظة مأرب لهذه اللفتة. واستهدف المشروع الممول من الندوة العالمية للشباب الإسلامي في محافظة مأرب الذي احتوى على مساعدات غذائية وملابس شتوية 1000 أسرة من أبناء الشهداء والأكثر احتياجا في مدينة مأرب. تم اليوم تدشين مشروع السلة الغذائية ومستلزمات الشتاء للنازحين في محافظة مأرب، والذي احتوى المشروع على 800 سلة غذائية بالإضافة إلى 2400 بطانية وكسوة الشتاء ل 500 طفل وطفلة. وبهذا المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للسلطة المحلية في محافظة مأرب على تسهيلهم لنا لإنجاح هذا المشروع، وعلى رأسهم الراعي الرسمي لهذا المشروع الدكتور الشيخ سلطان العرادة، ومن حضر وتجشم العناء وحضر هذا النشاط ممثل بالدكتور عبد ربه مفتاح. تهدف هذه المساعدات المقدمة من فاعل خير من المملكة العربية السعودية إلى توفير بعض الاحتياجات الأساسية والضرورية للنازحين من المواد الغذائية المتنوعة، بما يلبي بعض احتياجاتهم الأساسية ويسهم في التخفيف من معاناتهم. لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي مأرب.